رائعة جدا. طيب هناك لافتة يعني أثارت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي، دعنا نشاهدها فيها الصورة التالية التي لدينا لرسم علم طالبان على جدران السفارة الأمريكية. سنشاهدها في الصورة لو يسمح لنا مخرج البرنامج بعرضها. سنشاهد بالفعل عناصر طالبان أو حركة طالبان تقوم برسم علم الحركة على جدران السفارة الأمريكية في كابول. أعتقد بأنه أمر له دلالة نفسية بعد تلك المعاناة الكبيرة على يد القوات الأمريكية المحتلة، يعني لها دلالة أعتقد دكتور علي. بالتأكيد بالتأكيد، هذه يعني هؤلاء لهم الحق أن يفرحوا بهذا الانتصار العظيم حقيقة الذي تحقق لهم، وعليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى شكرين، كما يقول الإمام الغزالي الكبير، يقول الشكر لكل شيء له نوعيته. يقول فالشكر يعني الشخص الذي غير قادر هو باللسان، لكن الشكر السياسي بتنفيذ سياسة الشرع، شكر صاحب المال بإنفاق المال. فنحن نرجو من إخواننا الأفغان الطالبان أن يحققوا وأن يؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى بإبراز سياسة شرعية حكيمة بكل ما تعني الكلمة، حكيمة وتحقق الخير للإسلام والمسلمين في أفغانستان وفي غير أفغانستان، وأن يستفيد، هذا أيضا نصيحتي، من أهل الخبرة في تركيا وفي قطر وفي بقية العالم الإسلامي، حتى لأن الأمة واحدة. أنا قلت لهم وكتبنا في بيان الاتحاد، قلنا أنتم الآن يعني الناس المسلمون فرحوا والغرم بالغنم، فلذلك يجب عليكم أن تراعوا يعني مشاعر المسلمين وفرح المسلمين، وأن يستمر هذا الفرح بتقديم يعني برنامج جميل وإسلام رائع يدخل لنا. أخيرا إخوة الكرام، إحنا إسلامنا حقيقة هو للدخول في قلوب الناس.